احب الجلسه دي ما ادري ليه. سلام. حبي لها رغم الظروف القاسيه رغم المحن، حبي لها امي سقتني في وسط اللبن، ان عشت فيها لاجلها عانيت، وان غبت عنها انا لها حنيت. والحاصل ان الحب شي ما له ثمن، والحاصل ان الحب شي ما له ثمن. يا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا، من قال محبوبتك من قلت اليمن. يا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا، من قال محبوبتك من قلت اليمن. لا هذا وش العصير؟ هذا عصير ايش؟ عصير موز. لا لا حلو. صدق اني احب عصير موز. حليب خلفان؟ صدق حليب خلفان تسموه انتم؟ خلفات. خلفات خلفات. لا خلفان هذه خلفان. لا ما لها دخل خلاص، نقطة نهاية السطر. حبيبي حلو حلو سعد، لا تشطح وايد. والله احنا حدنا نيدو. اي والله شكله حلو ممتاز. انا ما قلت والله ما قلت حلو. ميدو ميدو والله ما اقصد اني اقول ميدو. لا عندنا هذه يعني طفل صغير ميدو. انا ادلع ميدو صاحبي اسمه صح. محمد اقول له ميدو للمره الثانيه. ترسل كذا شغل هيثم. شغل عشان لا هيثم. شفت كيف فاهمك انا؟ اي صح صح ايوه سعد ترسل كذا ها طح مني من قال شو كذا كذا ايش هذا؟ ايش هذا؟ لا تقول حق الدخيل. ايش تواقع؟ صح؟ انا ما عشت الدخيل. لا يا شيخ الدخيل فاهم غلط. لا ما ادري احس اني صنم. لا احس لا زي ما انت. والله والله زي ما انت. ليش الموضوع كنا؟ لا غسلته وشمر. يوم زواجك كم جلست كذا بالشكل هذا؟ كم ساعة؟ عشر يا رجل. يعني نمت فيه عشان تقوم على القصر. حلو ما يقول عشر ساعات مسافر. يا حبيبي حبيبنا في الرياض طول في الزواج؟ لا التطويل في الجنوب. الرياض نجي على بعد العشاء. في جدة التطويل والله. اوكي بس متى يجون في جدة؟ متى جيتهم في جدة؟ الساعة 11 حبيبي 10 على 10 10 في الجنوب احيانا في غداء احيانا ولا الاساس من بعد العصر. متى ينتهي؟ ينتهي على الساعة 11 ونص 12 ها في زي ابها وكذا. لكن في الديرة وما ديرة بس منطقيا ينتهي بدري العشاء بعد المغرب في الديرة. العشاء بعد المغرب في الديرة ها. احنا يا حبيبي الساعة 10 ها؟ والله الله يكرمهم بالجنة. ونس 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 الزواج الى الى تقريبا الساعة 2 ماكسيموم يعني. حلو. هذا طبعا رجال. الشلال ذا مو الحريم تبدا يمكن الساعة 2. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. لا ما له دخل غطرة انك تلف لسانك كذا. والله طبيعي خلك طبيعي. هلا والله. ليش تقول والله؟ والله والله. شو الاخبار؟ بخير الحمد لله. مدري متى الله يكتب ونلبس بشوت فعلا ونتزوج. يا رب يا رب حنا باذن الله اني احضر عرسك يا زياد. يا بعد قلبي والله. عاد ها اذا ناديتك الزواج ان شاء الله حبايب تصير مشهور وتقول ها والله يا واد انت بس اتصل وربي ما غلي عليك. اني امزح اني قدرت. اوه ما غلي ما غلي عليه بالمعقول والله. كفو كفو. الله عز الله كدينا خير. الله عز الله كدينا خير. لا والله انك تبشربها حبيبي ويجيك احلى دقطنه. طيب اذا تزوجت الثانيه برضه ما تغلي ولا؟ الثانيه؟ ايه؟ لا الثانيه يعني البلاش مره واحده ما اعرف. اي واحده وتكفي بس الله يسرها. خلاص تجي ها؟ اي والله الله يسر. ايش يسر لك؟ لا بصراحه 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 زياد بصراحه في بالك موضوع انك تعدل؟ مستحيل والله. ترى مو يعني عماني وكذا مو في عائلتنا بشكل كبير. لا التعداد مستحيل. يا اخي تزوجت خلاص ايش معها حياه حلوه؟ لا تقعد تشتت ام اخك. الله يا اخي توالفت القلوب خلاص ايش حياه حلوه لين تموت. تسوي في امها زي ظافر ايش في؟ ايش وضعك انت؟ ايش؟
زواج مو خلاص خله يخلص جامعه ناوي يتيسر الامور. انت لسه ناوي؟ انت اول سنه جامعه؟ المفروض قد تخرجت من الجامعه. ليش؟ اي والله المفروض قد تخرج. كم عمرك يا ولد؟ دخلت الجامعه عمري 32. ها؟ سنه 32 دخلت. سنه 32 جامعه 32 او 33 تقريبا. انا دخلت الجامعه سنه 29 33 المفروض قد تخرج. انا تقريبا هذه الحدود قد الحين 37. يا رجال انت عمرك اول اختبار لي. انت انا بقدك. انا مواليد 10. سمني عم هيثم. ايش؟ انت اكبر مني. ايش تقول؟ مواليد 1410 23/8. عمو هيثم حبيبي هذا قبل ما اتزوج واعزمه. عمو هيثم. عمو هيثم كم شهر ولا شهرين؟ جد هيثم الظاهر. انت جد هيثم؟ لا هذا مو بجده. دبل جده. والله؟ والله. مواليد كم انت؟ انا انا شاك يا 19. اخاف يقول هيثم الله يرحمه. هجري؟ ايه هذا وجهي اذا ما 13 ولا 14. كم؟ 9 ولا 10. اتحداك والله انه يبطي. اتحداك والله اتحداك. استغفر الله استغفر الله. والله انك ما صدقت وانا مستعد ادفع كفاره. امك الوحده تصيح لا عوين ولا صحيب. واليوم 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 يوم الفراق. واليوم يوم الفراق. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. اوف اوف لا 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 اسمعني. ايش فيك يا اخو؟ ايش فيك يا اخو؟ لابس اوف المجن وعلى المجن. اوه يا جنا وبعث امي ان تقول فتى وتادي فتى وتادي منك العقول. بس بس شوف خلنا نشوف الطبقات. بس نشوف الطبقات. يلا يلا بسم الله. ابدا من الدو. أول شيء دو لا دو ري مي فا صولا سي. دو ري مي فا صولا سي. دو ري مي فا صولا سي. دو أنا حريص يلحق بالزواج. الله يرحم والديكم. خلي يا اخي تحدي. زمان فرقة سبيستون. لا لا رجع رجع بلا رجع. خليني اكمل لكم العلم. المهم سنعود بعد قليل. الديرة ديرة الحنان جنوب الطائف وليس جنوب المملكة. طيب قية علمك. هذه قية تبدا منها. طيب قية وش تمشي؟ قية غزايل وبراكة ميشان. انت من فين؟ انا طال عمرك من مثان اسمها. مثان؟ يس. هذه اللي سويت لي عليها ابيات ذاك اليوم؟ ايوه اللي سووا فيها ابوي ابيات. في الجنوب. في الجنوب عندنا في ترج حره. او هذه عندنا بيشه. اي اعرفهم ديرة نعم فيهم والله. علي زوج لكن ديرتي انا جنوب الطائف. يعني بيني وبين الطائف كم؟ 40 اتوقع. لا لا اللي ساكن فيها يمكن 120 كيلو بالضبط. يعني 120 كيلو حول حداد بني مالك وهذه الاشياء. يا سلام. حداد بني مالك جيراننا حدانا. بالله عليك. اي والله اغلب اخوياي منها. حداد بني مالك حددها جيران في الديره. عرفت؟ انت سراكم دراسه. طبعا دراسه اكثر الدراسه 60% من الدراسه في الطائف او 70%. تعرف من في تعرف وادي عرده ولا؟ عرده لا ما كل مالك هو اللي يدله. عرده ما ادري عند بني الملك مو عندك. كنا عرده 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 والله ما ادري. ما ادري ما ادري والله أنا. عرفت؟ عشان كذا زواجات هذا الجنوب فيها فيها فيها. الزواج عندكم متى يبدا؟ زواج عندنا طال عمرك في الديره ولا في الديره؟ في الديره. بس الديره يبدا من الصبح. نفس الكلام نفس الكلام. في غداء من اول. ايش كان فيه؟ من اول فطور. ها
خبزة وسمن وعسل من بعد الفجر ويصبح عليهم العريس ما يطفش علمك انا وغدا وبعد العصر رماية وناسة وبعد المغرب عطلة العشاء متى؟ في الديرة؟ العشاء يسلمون صلاة العشاء؟ هذا من بعد العرضة شباب شباب هنا خوف من المركز انا وين اروح حين اصف معكم دقيقة بسم الله عليكم بدأ العرس وانتم جالسين اصبروا لا تجون هنا هنا قال هنا هنا لا هنا هنا بنستقبلهم لا هنا هنا راجح على اليمين وانا هنا قال لي انا صح كيف ارحبهم؟ ها علمت العيال علمت العيال كيف حسب الجدول؟ اي قلت كيف ترحبون؟ ها